معنا مباشرة من بيروت أستاذ القانون الدولي دكتور بول مرقص. أهلا بك دكتور مرقص عبر سكاي نيوز عربية. أريد منك أولا قراءة قانونية قبل الذهاب إلى تنفيذ مشروع القرار وهذه الوحدة في الموقف السياسي الأمريكي إن كان لدعم لبنان، لإدانة ما يرتكبه حزب الله ولإخراجه من هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الحاد. نعم، أنت تعرف معي أن الولايات المتحدة الأمريكية في استحقاقات مصيرية يمر بها لبنان ولاسيما أيضا عدد آخر من الدول تتخذ مواقف استراتيجية، ومن هذه المواقف ثمة مشروع قرار اليوم صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب كما أسلفتم، وسيصوت عليه مجلس النواب. والأهم والأبرز في معاني هذا القرار ليس في قوته التنفيذية، إذ أنه ليس سندا تنفيذيا، يعني هو لا يحظى حتى بما لديها القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية من مفعول خارج الإقليم أو خارج الحدود أو ما يعرف باللونج أرم ستيتيوت في التعبير الأمريكي أو بتعبيرنا إكسترا تيريتوريال، يعني يتخطى الحدود. هذا ليس قانونا لكنه قرار مهم بسبب أنه سيتخذ على الغالب. ولكن دكتور بول، العبرة في التنفيذ، كيف يمكن الإدارة الأمريكية أن تنفذ ذلك إن كان مع المؤسسات اللبنانية، خارج المؤسسات مع المنظمات الأهلية والحقوقية والإنسانية وسط هذا الانهيار ونهب كل المساعدات في السابق؟ نعم، هذا القرار ليس سندا تنفيذيا وبالتالي تنفيذه كقرار هو صعب، لكنه رمزي معنوي مبدئي يؤشر إلى أن الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية مصممان على دعم الشرعية اللبنانية، بمعنى المؤسسات في لبنان والدولة اللبنانية والنهوض بالاقتصاد ووضع حد للفاسدين، وهذا الفساد الذي يعشعش في الاقتصاد اللبناني والذي يضرب الإمكانيات اللبنانية في النهوض، وهذه العرقلة الحكومية الدائمة وتعطيل المؤسسات، كل ذلك يرمز إلى دعم قوي من الولايات المتحدة، خصوصا أنه يترافق أيضا مع الجيش اللبناني ومساعدات عينية أمريكية، يعني حتى في المناطق الريفية. طيب دكتور بول، عندما يتحدث مشروع القرار عن إثارة حزب الله النعرات الطائفية يؤكد فئان على دور الجيش اللبناني كمؤسسة جامعة وضامنة، هنالك مسار طويل أيضا لقائد الجيش العماد جوزيف عون في أيضا هذه العلاقة مع الإدارات الأمريكية السابقة، كيف يمكن أيضا الخروج ربما بالاستفادة المباشرة للشعب اللبناني وللجيش وللأمن القومي في لبنان؟ هذا سؤال مهم، وأنت تعرف معي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية الإدارات، يعني الpublic agencies أو الadministrative agencies، تتأثر كثيرا بما تقرره لجان الكونغرس بمجلسيه، فكيف بالحري إذا كان مجلس النواب بهيئته العامة قد أقر مثل هذا القانون كما هو مرتقب، وبالتالي تتأثر هذه الإدارات الحكومية وتحديدا وزارتي الخارجية والدفاع ولما لا أيضا وزارة الخزانة الأمريكية. إذن هذه المؤسسات ستتأهب لمزيد من المساعدة للبنان ومزيد من المراقبة في حسن تنفيذ الالتزامات اللبنانية وطريقة صرف المساعدات سواء النقدية أو العينية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للبنان، وبالتالي هذا دفع إيجابي جدا بالنسبة للبنان، لكنه أيضا في الوقت عينه يعني ضرورة وقف كل ما هو يعطل حركة قيام الدولة اللبنانية والنهوض بالاقتصاد اللبناني. نعم. وهذا يعني طبعا تحديدا لحزب الله. أشكرك جزيل الشكر دكتور بول مرقص أستاذ القانون الدولي، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.